أهلا بكم إلى الموجز الاقتصادي. كشف مجلس مكافحة الفساد السابق عن أن نحو 173 ألف عقار تابع للدولة استولي عليها من قبل جهات سياسية متنفذة منذ عام 2003. وقال عضو المجلس السابق سعيد ياسين أن هناك أكثر من 173 ألف عقار متجاوز عليها عدا عقارات الدولة في المنطقة الخضراء وعقارات الأفراد، ولم تتضمن القائمة الأراضي الزراعية والعقارات في كردستان العراق. كما بيّن أن غالبية العقارات المستولى عليها جرت خلال تزوير السجلات العقارية وتمزيقها وعقود البيع والشراء الوهمي، لافتا إلى أن هناك أكثر من 3 سجلات عقارية في الموصل مزقت وأتلفت، يضم كل سجل منها 300 إلى 400 عقار. أفادت وزارة الكهرباء الحالية بأن وفداً حكومياً سيتوجه إلى إيران لبحث إمكانية معاودة إطلاقات الغاز. وقالت الوزارة إن المفاوضات مع الجانب الإيراني مستمرة والاجتماعات دورية لبحث مسألة الغاز وإعادة إطلاقات الغاز، ويصار إلى عقد جديد واتفاقات خاصة بعد قرار الحكومة بتسديد مستحقات الجانب الإيراني على 3 سنوات تقريباً. أعرب صندوق النقد الدولي عن مخاوفه من تأثر الاقتصادات العالمية بسبب الحرب الدائرة في أوكرانيا. وأشار الصندوق إلى حدوث طفرة في أسعار الطاقة والسلع الأولية بما في ذلك القمح، ما زاد من الضغوط التضخمية الناشئة عن انقطاعات سلاسل الإمداد، مرجحا في الوقت نفسه أن تؤثر صدمة الأسعار سلبيا على العالم بأسره وبخاصة على الأسر الفقيرة التي يشكل الغذاء والوقود النسبة الأكبر من إنفاقها بحسب صندوق النقد الدولي. هذا وسجلت أسعار القمح ارتفاعات قياسية وسط مخاوف متزايدة من نقص الإمدادات بسبب الحرب في أوكرانيا، مما أثار شبح ارتفاع التضخم العالمي في أسعار الغذاء. وقفز القمح في بورصة شيكاغو التي تعد المعيار الدولي للأسعار بأكثر من 59% منذ الأسبوع الماضي، بينما سجل القمح الأوروبي المطحون في باريس رقما قياسيا قدره 406 يورو للطن الواحد. وأدت الزيادات الكبيرة هذه في الأسعار إلى تقليص قدرة البلدان المستوردة للحبوب على شراء القمح، حيث اضطرت تركيا وهي مشتر رئيس للقمح الروسي إلى خفض أحجامها في مناقصة دولية من أهدافها الأصلية. لامس سعر برميل خام برنت اعتبت 140 دولارا مقتربا من أعلى مستوى له على الإطلاق، والذي سجل في آب 2008 عند 147 دولارا و50. وبعيد افتتاح التداول ارتفع سعر خام برنت المرجعي تسليم آيار إلى 139.13 قبل أن يتراجع، وعزى محللون الارتفاع إلى التأخير في اختتام المحادثات النووية الإيرانية والتأخير في احتمال عودة الخام الإيراني إلى الأسواق العالمية التي تعاني أصلا من تعطل الإمدادات الروسية. وهذه انتقالة سريعة لأسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن. إلى اللقاء.